بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. سلام البنات، كراكم دايرين؟ إن شاء الله تكونوا كامل بخير وفي صحة جيدة. اليوم إن شاء الله البنات راح نشارك معكم قلب اللوز أو الشامية بطريقة بسيطة جدا ويجينا أكثر من رائع. يلا نمشوا البنات المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير البنات، عندي هنايا 2 كيسان سكر كما راكم تشوفوا، 2 كيسان سكر، وعندي هنايا ماء الزهر راح ندو منه كاس. بالنسبه للسميد، عندي هنايا سميد خشين البنات، ندو منه 5 كيسان، 5 كيسان سميد. نعبروا البنات، نعبروا السميد مع بعض. هنا كما راكم تشوفوا عندي هنايا سميد غليظ، وعندي هنايا الكاس، نعبروا 5 كيسان بهذا الكاس. نعبروا البنات السميد نتاعنا، هذا واحد، هذا 2، هذا 3، أربعة، خمسة. هذا اللي باقي 5 كيسان، 5 كيسان، 5 كيسان سميد. البنات هذا 5 كيسان سميد نحطوا فيهم 2 كيسان سكر كما تشوفوا البنات، 2 كيسان سكر. ونضيف عليهم البنات، أنا دائما الإضافة اللي نضيفها لقلب اللوز نضيف لها مغرف كبيرة قرفة، تعطي ذوق رائع للنكهة رائعة قلب اللوز نتاعنا. ونخلطوا جميع المكونات جيدا. شعارنا هذا العام اخدمي قلب اللوز في دارك، وهذا قلب اللوز اسهل منه ما كاش، يعني ساهل ويتخدم في نهارو، ما يباتش، يرتاح فقط ساعتين، خلوه يرتاح فقط ساعتين. المهم البنات خلطوه مليح ونرجع لكم. البنات بعد ما خلطت السكر والسميد مليح، نجيب هنايا، عندي هنايا ماء الزهر، ماء الزهر فقط بدون ماء. عندي هنايا كاس ماء الزهر، كما تشوفوا البنات نبداو نبلو قلب اللوز نتاعنا، التيشه نتاعنا نبداو نبلوها بالتدريج. راكم تشوفوا البنات نخدموه مليح بداك الماء الزهر.
البنات خلوه يرتاح مدة ساعتين أو أكثر، المهم ساعتين إلى ساعتين ونص، خلوه يرتاح. بعد ذلك البنات راح نخلوه يرتاح ونرجع معاكم باش نوجدوا الشربات بإذن الله. بالنسبة للشربات البنات عندي هنايا 2 كيسان سكر، نحطهم هنايا ونعبروا 4 كيسان ماء. البنات نعبروا الماء تاعنا كما قلت لكم عندنا 4 كيسان ماء. هذا الكاس الاول، هذا الكاس الزوج، هذا الثالث، وهذا الرابع، والكاس الاخير البنات الكاس الخامس هو كاس ماء الزهر. بعد البنات تاكل نديروها فوق النار، نخلطوا السكر مع الماء، نخلوها تغلى لمدة 5 دقائق، من بعد نهفتوا عليها تماما ونخلوها مدة 20 دقيقة ونطفوا عليها ونديروا لها كأس ماء الزهر. بعد ما يجهز عندنا إن شاء الله قلب اللوز البنات راح نتلاقاو وتشوفوه على طاولة التقديم. البنات بعد ما ارتاح عندنا هنايا قلب اللوز نتاعنا، عندي هنايا هذا السنيوية أو المول كنت شللته بالماء، فقط نحط فيه هذاك التشيشة نتاعنا البنات بهذه الطريقة، ونسوي قلب اللوز نتاعي في الصينية البنات ونقطعو ونديرو طيب. بعد ما يطيب البنات راح نشوفوه إن شاء الله على طاولة التقديم. البنات ها هو قلب اللوز نتاعنا بعد ما طيبته وشربته ليلة كاملة. شوفوا البنات كي جانا دايب، جانا من أروع ما يكون، يعني قلب اللوز هذا ناجح 100%. المهم شوفوا البنات كيف جانا، أنا وريت لكم هنا في السنيوية وقسمته لكم باش تشوفوا. شوفوا البنات كيف جانا مأسل ويجي أروع ما يكون. إن شاء الله تجربوا البنات وينال إعجابكم. ولا عجبكم الفيديو البنات ما تنسونيش في الاشتراك والجيم وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.